اكو مساله انه هذا الفقهاء يطرحوه، تاره البحث يوصل الى درجه ان احد الطرفين يسد باب النقاش عن الاخر، هذا خطا. انه يقول على كل حال انت لا تحكي، هذا خطا، خلي يحكي. حقيقه اعتبر اكبر استبداد في الحياة هو الاستبداد الكلامي. يختلفون في شيء، يقول انت اذا تحكي كلامك يولد فساد، هذا اسوأ انواع الاستبداد حقيقة، وهذا احنا نرفضه. الفقهاء يقولون ولاية الفقيه، ماكو حتى اذا فقيه له ولاية ما له ولاية على فقيه اخر. يصرحون هذا في الفقه، يقولون مستحيل، مو انه يقولون ما موجود لا تكون الولاية، مستحيل ان يكون فقيه له ولاية على فقيه اخر. هذه مسألة موجودة مع الاسف الان، اكو جهات تمنع الطرف الآخر من النقاش أصلا، حتى إذا كان نقاش هادئ يقولون كلامك يولد مثلا ضعف، فليولد ضعف كلامك، هذه حجة أن هذه تسبب مثلا ضعف النظام، فليكون سبب لضعف النظام، هذا مرفوض 100%. ومع الأسف يمارس هذه حتى في مجتمعاتنا. أنا شايف في النقاشات كثيرا ما الأفراد ما يعني يصرون أن يطيحون في هذا الغلط، ما يناقش الطرف الآخر، يسد باب النقاش. في أبناء العامة إذا أنت عندك سؤال من حديث البخاري يرتبط بعدالة واحد من الصحابة، رأسا يسد الباب أمامك، ليش؟ يقول لا 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 هذا موضوع لا تتحدث فيه. هذا يوم مثلا عندنا سؤال، اكو حديث في البخاري مثلا عن عائشة، عن قضية ترتبط بجرح عائشة من حيث يخرج قرن الشيطان، النبي قال خريد نسأل ان هاي حديث شنو، رأسا ينفعلون. هذا خطأ فادح، هذا اكبر انواع الجناية في حق الانسان. الانسان انت ما لك حق تحكي، هذا اكبر جناية. مفروض انه في مذهب اهل البيت لا يكون هالشكل، بابا أنا قايل كلام، أنا وأخويا، هاي يصير، هاي الحالة موجودة حتى في البيوت، أنا قايل كلام، غاية الأمر هذا كلامي باطل 100%، قل لي، ليش تقول لي أنت فلان؟ رأساً فالشكل يتعامل اللي مرة ثانية أنا بعد ما أتجرأ أصلاً أناقش، إما يسقط بي وإما يسبني. أعتبر أكبر جناية هي هذا الجناية، أن الفرد ما له حق أن يحكي، هذا خطأ. مهما كان الكلام مو صحيح بس لازم يعطى مجال أن يطرح الكلام، خاصة إذا ما كان سب وشتايم، كان كلام منطقي. ممكن الكلام المنطقي، يعني المنطقي يعني يراعي قواعد المنطق، مو منطقي يعني صحيح، مو كل كلام منطقي صحيح، يعني كبرى وصغرى ونتيجة، هذا يسموه منطقي. إذا أنا قلت كلام منطقي، أنا قلت مثلا باستدلال أنك أنت مثلا لا تعرف عن الدين شيء، ما يخالف أنت تعال أثبت علي أنه لا أنا أعرف عن الدين، يمكن واقعا كلامي يكون صحيح أنك أنت ما تعرف عن الدين أصلا شيء مثلا، يمكن أنت تعال ناقشني قل لا أنا أعرف بدليل أنه أنا 20 سنة مثلا درست، أنا عندي هذا السي في مالي، ناقشه. فليس يصير فت شكل اللي إذا مهما كان الكلام قاسي إذا ما طرح من أجل الاستخفاف بالطرف الآخر، مهما كان قاسي ليس يصير سد للحلوق. إذا أنا مرة قلت جاوبتني بعنف، مرة ثانية ما أجرى أنا أنقدك بعد. فالقضية تدخل في مجالات أن شنو سد الطريق أمام الطرح الفكري، وهذا في نظري حقيقة أهم عوامل التخلف في الإنسان.